انا لازم اسيب الفن وسؤالين كده لازم اسالهم لك بقى. انت عايز تقولي ايه لابو جبل؟ لابو جبل والله يعني دايما مشرفنا وبجد ميرسي على تعبك واجتهادك. ميرسي ان انت بتشتغل من قلبك وقدرت توصلنا للمرحلة دي. انا عارفة ان الموضوع كان صعب عليك جدا لان انت كنت متحمل المسؤولية الاكبر، ولكن يعني انت قدها قدود، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن، نوصل للنهائي يعني ونفوز بالمركز الاول. بس بجد عايزة اقوله ميرسي وربنا يحميك طبعا. ميرسي وربنا يحفظك.